نبيل خشبة، أمين صندوق اتحاد كرة اليد المصري. كابتن نبيل أهلا بيك، منورنا. اهلا بيك كابتن هاني ومشاهدينك الكرام. منور الدنيا يا كابتن. بداية، الزمالك يشارك غدا بإذن الله في بطولة المونديال لكرة اليد، إيه توقعاتك أو ما تراه قبل انطلاق المباريات بتاعة الزمالك؟ والله نادي الزمالك دايما معودنا بإنجازاته في كرة اليد الحقيقة، وهو الحاصل على كأس السوبر الأفريقي الأخير، وهو صاحب أكبر ألقاب أفريقية. يعني احنا بنأمل الكوكبة الجميلة في فريق نادي الزمالك ان شاء الله انها تؤدي بإذن الله المباراة بالشكل اللي يليق باسمهم وبتاريخهم وبمهارات لاعبيهم الكبار بإذن الله. ان شاء الله هو مباراة صعبة طبعا، بتتكلم على برشلونة طبعا، يعني مباراة ما هيش سهلة، ولكن احنا عندنا كلنا ثقة يعني منظومة كرة يد مصرية، عندنا أمل في النادي الزمالك إن شاء الله يؤدي المباراة بشكل يليق بإذن الله بسمعة كرة اليد المصرية بإذن الله. طيب، على مستوى بقى المنتخب، إيه آخر أخبار باروندو المدير الفني للمنتخب، وطبعا اللي بنستعد معاه لبطولة أفريقيا المقامة في المغرب في شهر يناير اللي جاي؟ والله وباروندو جاله عرض من نادي ليوفيسو في المانيا، تمام، وهو بالنسبه له شايف انها فرصه انه يضيف السي في بتاعته انجاز جديد مع نادي اوروبي، ويقدر يدخل بيه في البطوله الاوروبيه، في بطوله اوروبا، تمام. وده يعني من منطلق وجهه نظره هو ده، يعني ما نقدرش احنا ننكر عليه رغبته دي. ايوه، لكن احنا بنقول ان احنا في توقيت حرج، لان احنا عندنا بطولة افريقيا ان شاء الله في المغرب في يناير 2022. الوقت المزنوق ده ما هوش متاح، وفي الوقت ده ان يبقى في مدير فني تاني بديل، وبالقطع كل المديرين الفنيين الاكفاء هم متعاقدين مع انديه وموجودين من بدايه الموسم. أيوة. فمش هتلاقي دلوقتي من الصعوبه انك تلاقي حد مدير فني تقدر حضرتك تتعاقد معاه يقود المنتخب لغايه بطوله افريقيا. فعشان كده كانت الفكره، وهو الحقيقه عرضها برضو، ايوه، ان هو يستمر معانا مع المنتخب ومع النادي بتاعه. يعني وصلنا الى صيغه توافقيه انه هيشتغل مع النادي بتاعه في المانيا، وهيرشح لنا ورشح فعلا مدرب مساعد هو حاطط البرنامج الاعداد لغايه بطوله افريقيا، تمام. هيبقى المدرب المساعد بيشتغل تحت اشرافه وطبقا للخطه اللي موضوعه اساسا لاعداد المنتخب. وتم الاستقرار على المدرب المساعد ده بالفعل خلاص؟ والله هو بعد الترشيح احنا لسه هناخد فيه القرار، لكن يعني بنسبه كبيره يعني قد يكون هو المناسب في التوقيت ده. اسباني الجنسيه برضو يا كابتن؟ اسباني الجنسيه، تمام. هل ممكن تفصح عن اسمه؟ والله لا، خلينا لغايه لما ناخد القرار ونبقى خدنا الموافقه ان شاء الله. لكن هو المرشح مدرب اسباني كان في فتره من فترات في الصين، وموجود دلوقتي وفي ترتيبات، مش موجود في مصر تمام، لكن منتظر موافقه الاتحاد المصري عشان يجي. احنا برضو عشان اكمل العرض لحضرتك، هو هيبقى موجود متواجد مع المنتخب في الاسبوع الدولي، واحنا عارفين الاسبوع الدولي بيبتدي من 1/11 ل7/11، ايوه، فبيبقى فرصة ان كل اللاعبين المحترفين بيرجعوا يشاركوا في استعدادات المنتخب وفي معسكر المنتخب. كل اللاعبين المحترفين في العالم بيرجعوا يشاركوا مع منتخباتهم فترة اعداد. هيبقى موجود في الاسبوع الدولي، بعدها الدوري في اوروبا بيتوقف قبل الكريسماس. ايوه، هو هيبقى موجود مع المنتخب المصري اول ما يتوقف الدوري في اوروبا. هيبقى موجود مع المنتخب المصري من النص الثاني من ديسمبر، وحتى بدايه البطوله الافريقيه في 16 يناير، تمام، 23. هيبقى موجود وموجود مع المنتخب ان شاء الله لغايه نهايه البطوله، اللي باذن الله ان شاء الله ربنا يوفق منتخبنا ونفوز باذن الله ببطوله افريقيا. ده اللي هي يناير اللي جاي ان شاء الله، مش كده يا فندم؟ باذن الله في المغرب باذن الله. معنى كده ان باروندو بدا بالفعل رحلته مع فريقه الجديد الالماني. طبعا، تمام، مفهوم. طيب، وضمن الديل بقى انه تم تقليص عقده، مش كده؟ بالقطع، احنا عملنا يعني
اتفاق جديد تم فيه تخفيض المرتب. المزايا اللي كانت موجوده ما هياش موجوده، يعني السكن والسياره والكلام ده ما بقاش موجود لان هو ما هوش موجود في مصر. ايوه مفهوم. فطبعا تم تخصيص المرتب وتم يعني وضع برضه شرط جزائي معاه في الاتفاق انه لو ما التزمش بالتعاقد والاشتراطات دي بيبقى فيه شرط جزائي. هو العلاقه الحقيقه قائمه على احترام كامل. أيوة. واحنا كلنا بنثق في بوروندو اللي استطاع انه فعلا يحقق مع المنتخب المصري ارقام يعني جيده جدا جدا. والحمد لله يمكن نتائج ما وصلهاش قبل كده انديه منتخبات اسف افريقيه ولا عربيه. بتوصل مربع، بتوصل مربع ذهبي في اولمبياد وبتحقق من الحمد لله يعني في اخر بطوله عالم سابع عالم برضه في ظل الكبار، برضه دي نتائج طيبه جدا. تمام. مساعد باروندو المحتمل ان هو يكون هل هو يعني دي خطوه ناحيه ان يكون مدير فني اذا اثبت نجاحه خلفا لباروندو؟ لا هو ما يرتاش لهذه الدرجة. تمام. ممكن يشتغل تحت إشراف باروندو، يعني هو بيبقى التوجيهات والبلان بتاع الإعداد اللي حطه باروندو وهو بيتابع معاه التنفيذ هذا البرنامج. مفهوم. بشكرك جدا كابتن نبيل وموفقين بإذن الله، وبحييكم على الفكرة لأن هي تبدو فعلا بترضي الأطراف كلها وبتخدم كمان مصلحة المنتخب الوطني حتى أهم ارتباط مقبل وهو بطولة أفريقيا. شكرا.